تتحداني يا ولد؟ ما يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ حبه للتمثيل حرمه من حلم حياته وتزوج جميلات السينما. رحلة عماد حمدي من فتى الشاشة الأول للعمى والاكتئاب. هو أحمد إبراهيم القاتل في دير النحاس، ولحقته الشرطة قبل ما يشرب الدواء اللي فيه سم قاتل. هو صاحب أشهر لازمة في تاريخ السينما المصرية. مساء الخير يا نينا، حتى إنه لقب عن جدارة بفتى الشاشة الأول، واللي كان بيقدر يخطف عين المشاهد من بداية ظهوره وأداؤه الهادي البعيد عن الافتعال. فضل محافظ على الأداء ده في جميع مراحله الفنية والعمرية، حتى إنه لما لعب دور تاجر المخدرات في فيلم البطنية أداه بنفس هدوءه المعتاد وعبقريته إنه قدر يقنع به المشاهد. ومع كل النجاحات والأضواء دي كانت حياته مسلسل أحزان، حتى إنه أصيب بالعمى والاكتئاب في أواخر أيام. يا ترى إيه قصته؟ هو محمد عماد اللي اشتهر فنياً بعد كده باسم عماد حمدي. كانت أمنيته وهو طالب إنه يبقى طبيب، لكن حبه للفن واشتراكه في فريق التمثيل بمدرسة التوفيقية الثانوية وقربه من مخرج مسرحيات الفريق الفنان عبد الوارث عصر غير من مجرى حياته. أثناء تقديم مسرحية الملك لير فأصبح التمثيل هو الشغل الشاغل لكل وقته، وبعدها التحق بفرقة أنصار التمثيل. ومن بين أشهر المساندين والداعمين له كان المؤلف بديع خيري، مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرسة اللي ساعده على قراءة أدب المسرح الإنجليزي وزيارة مسارح علي الكسار ورمسيس نجيب وفاطمة رشدي، حتى بعد أن التحق عماد حمدي بكلية التجارة. في التمثيل حاجة يعني قل أن الواحد والله كان يراه. بدأ عماد حمدي مشواره الكاتب للحسابات في مستشفى الحميات، ومنها مستشفى أبو الريش، وبعد تخرجه أنشأ مكتب للإعلانات الصحفية وحقق المشروع نجاح كبير جدا. ونتيجة للنجاح ده طلب طلعت حرب إن يضم الشركة إلى شركات بنك مصر، لكن الشاب الطموح رفض هو وتوأمه عبد الرحمن، فتخلى بنك مصر وشركاته عن دعمهم بإعلاناته فأفلسوا وانتهى المشروع. بعدها عاد حلم دخول المجال الفني يروده مرة تانية، فكون فرقة أوركسترا، وده بعد ما تعلم العزف على البيانو وعزف فيها مقطوعات لعباقرة الموسيقى العالمية. لكن حبه للتمثيل كان أقوى من موهبته الموسيقية، فترك العزف وتحول للتمثيل. بدايته في مشوار التمثيل لما التقى بالمخرج أحمد بدرخان، وكانت أول مشاركاته السينمائية سنة 1945 بفيلم السوق السوداء، بعد أن اكتشفوا بالصدفة المخرج كامل التلمساني في مكتب الريجيسير. المفارقة وقتها أنه كان تخطى 30 من عمره، وبعدها توالت أعماله ونجاحاته. عاش عماد حمدي عاشق للنساء، ولم يكن عشقه من طرف واحد، فكان أيضا معشوق النساء، حتى إن الصحف كتبت عنه يوم وفاته: مات معبود النساء الذي تخلى عنه الوسط الفني. تزوج فتى الشاشة الوسيم من 4 فنانات، وهم الراقصة حرية محمد، لكن الزواج ما استمرش كتير وحصل الطلاق، والتانية الممثلة المسرحية والمونولوجيست فتحية شريف، واللي اتجوزها سنة 1946 وعاش 7 سنين معاها وأنجب منها ابنه نادر، لحد ما حصل الخلاف بينهم لما وقع في إيديها جواب غرامي كتبه عماد حمدي لدلعة السينما شادي، وتم الطلاق ورفعت عليه قضايا نفقة واتحكم لابنها ب80 جنيه. وأثناء تصوير فيلم أقوى من الحب سنة 1953 مع شادية أصر على الزواج منها في الأسكندرية بعد انتشار الشائعات حوله وتهديد طليقته بفضح خطاباته لشادية في الصحافة، لكن ممرش على الزواج أكتر من 3 سنين، وكان الثنائي قد قرر الانفصال بسبب خلافات ما بينهم، خاصة بعد سقوط جنين شادية.
واللي الأطباء أكدوا لها إن جسمها ما يتحملش الحمل، فأصبحت عصبية وزادت الخلافات بينهم أكتر بعد نجاحها وغيرته الزايدة عليها بعد كمان إطلاق شائعات عن حبها لفريد الأطرش. وحصل الطلاق، وكان الزواج الأخير من نادية الجندي اللي التقت بيه في فيلم زوجة من الشارع، ووقع في حبها وهي كمان أعجبت بيه رغم فرق السن اللي وصل لأكتر من 40 سنة. وتم الزواج اللي استمر 12 سنة أنجبت خلالها ابنهم هشام، لكن وقعت بينهم الخلافات اللي انتهت بالطلاق. لكن سنواته الأخيرة كانت أكتر المحطات المأساوية في حياته، حتى إنه وفق تصريحات صحفية لابنه نادر عماد حمدي اللي قال فيها إن والده أدمن الخمر بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن وفقد بصره في أواخر أيامه، وده اللي سبب له أزمة نفسية حادة، خاصة إنه كان من عشاق قراءة الصحف بشكل يومي. وقبل 9 شهور من وفاته توفيت والدة أمه، الأمر اللي زود أحزانه وأصابه بالاكتئاب. وكانت زوجته السابقة الفنانة الراحلة شادية هي الوحيدة اللي دعمته رغم انفصالها عنه. في